ازيكم يا ازيكم يا جدعان، جدعان، عاملين عاملين ايه؟ ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وكل سنة وانتم طيبين. ده يا جماعة الحاج مبروك، اكيد انتوا عارفينه، اللي مشهور جدا على اليوتيوب. المهم بابا النهاردة اول فيديو هيطلع معايا فيه هنعمل ايه يا بابا في ماما؟ هنزعلها شوية وبعدين نرضيها بحتة ان احنا ان انا اتجوزت واحاول اصلحها بعد كده. ايوه اقنعها يعني اقتناع جامد ان انا اتجوزت وماما بتغيره لما هتصدق. فهو دلوقتي احنا قلت لماما انا عامله لك مفاجاه، فالبسي وكده عشان خاطر هقولها لك على اليوتيوب وهصور فيديو. فماما دلوقتي عارفه ان احنا هنصور عادي ومفيش اي حاجه، وبعدين هنفاجئها بالمفاجاه بقى ان بابا اتجوز ونشوف رد فعلها. بابا اتجوز، قولوا امين. ما تنسوش الاشتراك، قول لهم ما تنسوش الاشتراك، ما تنساش الاشتراك ودوسوا لايك ودوسوا لايك. استنونا بقى. بصي يا امي يعني انا عماله تقولي في مفاجأة في مفاجأة، انا جات لي مفاجأة تحفة. اعملي الاول سلمي على الناس. ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي يا جدعان ماما احنا عاملين لها حتة مفاجأة تحفة، انا مش متوقعة ان هي يعني رد فعلها، بس فعلا المفاجأة تعجبك. خير يا بابا قول ولا تقول انت؟ بس انا ما بخشش عليها جامد كده، واحدة واحدة. ما تقولوا في ندى اكتشفت من واحده صاحبتها في الشغل ان انا اتجوزت. يا سلام. وانا قايل لك الموضوع ده كذا مره ان انا هتجوز. لا تلاقي بتهزر، لا ده على طول بتحب تقفش. بس اساليها طيب. ولما سالت في الحوار ده لقيته فعلا. ده مين اللي قال لك كده؟ بنت صاحبتي انا وصحابي، انت عارفاها. ممكن تكون متألف ولا حاجة. احنا متألف ليه؟ تستفاد ايه اصلا يعني؟ معلش ما عشان عارفة لو كان ممكن. انا كلمتك في الموضوع ده كذا مرة وانت مكبرة دماغك. فعلا يا امي كنت كل خناقة اقول لك انا هتجوز. اه والله وهي بتقول بس انا متجوزش يعني. ايه ما خلاص بقى المرة دي جد بقى. لا 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 المرة دي لازم اديك يعني على عينك، ما انت كل مرة تدي امي على عيني، المرة دي خدي انت بقى مني. يعني بعد ما عبده اتجوز وهتبقى جدة راح اتجوز، ما كنت اتجوزت من زمان. محمد هيتجوز كمان شهرين بعد ما تبقى جد، ما ينفعش. انت تاني واخد الموضوع بهزار. ايوه انا عارف. لسه عندك ندى هتتجوز ورحمة وجنة، عندك خمس عيال. كده كده مش هسأل معايا اي حد فيهم. انا مين اللي بترضى تتجوز؟ اسكت مين اللي بترضى تتجوز واحد عنده خمس عيال؟ مش عارف. ما فيش معاه فلوس قد ايه؟ اه ممكن تاخده 10 فلوس بس يعني كده. ايه؟ فلوس ايه يا ماما؟ ده انا الناس كلها بتمنوا التراب بتاعي عشان عينيا الحلوه وخدودي الجميله. بكلمك بجد. ليه وانت هتلاقي واحده زيي؟ وانا اوكي انت وحشه؟ لا ما هتجوز ليه؟ قمر ازاي؟ لا دي فاكره ان انا عجزت. ما بقيت جد. جد ايه؟ انا واحد جد النهارده لسه بيقول لك انت جده؟ جده بس عجوز. ده انت راح بالشقه في مصر انا. ده كلم ستات بعد شعر الراس. اه دي انا متاكده منها عادي دي. طيب يعني في ايه؟ هو بيتكلم بس ما متجوزش. ايه؟ بيتكلم بس ما متجوزش. متجوزه اقسم بالله. انا بحلف. مش مصدقها؟ والله العظيم انا متجوز. ايه رايك؟ وديني حلفت بالله العظيم. والله العظيم تاني انا متجوزت ومتجوز. ما تحلفش قوي كده، لا اكون بدل ما اعملها معاك دلوقتي. تعملها معايا ليه يا انت؟ لا بقى. هي دي مفاجأة يا ندى؟ ايه؟ هي دي مفاجأة؟ انا قلت انت هتفرحي ولو تقولي لو هم بيتشال من عقلينا. ايوه هم وشيت من عقلينا بصراحة. يلا طلع لي هدوم عشان انزل دلوقتي. طلع لي هدوم يوم. وانا هدوم في الشنطة اهي. بابا لما قال لي طلع لي هدوم يطلعوا اخويا. انت فرحانة؟ يا صاحبتك اللي ولا ايه اللي اتجوزها ولا ايه؟ ايه؟ بقول لك انت فرحانة انت عبيطة؟ ده من المساكن عند ديتا. كمان اه مسحبش كنتي مسحبش انا. لا امك ما تعرفهاش. لا تعرفها. تعرفها ما تسكتش اسكت انت ما تتكلمش. بس ما اتعاملتش معاها. تعرفيها. ده مين دي؟ هتبقي تشوفيها. وتشوفها ليه صحيح؟ ما عشان اسلم عليها. لا يا اختي اسلمش عليها. واجيبها هنا كمان اعزمها. طب انا هجيبكم مع بعض ان شاء الله خلي بالك. لازم ما ينفعش اه. تحضر فرح محمد كمان. طب خليها هي تبص لك ولا انت تبص لها. هتعمل ايه؟ والله العظيم اللي هتزودها على التانية وتتكلم في حق التانية كلمة كده ولا كده الباب مفتوح اهو. عارف يعني الباب مفتوح؟ وكل واحد عارف انها هتتكلم وهي ما اتجوزتها ليه بدل ما عارف انها تتكلم وتعمل. يا ست هي كويسة وزيك يعني انا خلاص اديك قلت ربنا في حل الأربعة. ربنا في حل ايوه مش في حل الأربعة على فكرة. في ايه؟ ومن حق الراجل. ده في قرار نازل جديد ان الراجل هيتجوز ستة سبعة. انا سامع ستة. لا مفيش ستة ولا سبعة.
هو انا مش هصل معاكي. طب يعني اللي انت ما تعرفوش والمفاجاه الاكتر اللي انا عايزه اقولها لك، هي حامل وخلفت ولا لا. لسه؟ انا بقى حامل وهتجيب لنا سيد الصغير اللي ابويا على طول بيفضل يقول، الناس بتقول له يا ابو سيد. لا ابو اشرف. ابو اشرف ايوه هتجيب لنا اشرف اهو ان شاء الله. هجيب لكم مبروك الصغير. عندك محمد وعندك عبده وعندك ندى. بص لمحمد الاول وبعدين جوز ندى وبعدين جوز رحمه وبعدين جوز جنه وبعدين راح اتجوز. مش هساعدها مش هعترض. ما الخير بتاعت ربنا يا ماما، ولا ربنا رزقنا اقول لربنا لا؟ يعني الخير والحاجات دي كلها مش بتاعت ربنا؟ هي عندي جنه ومحمد وعبده وندى اهو. انت بتحسديهم بتعد عليهم؟ هو ريدنا نسلم عليهم. ايه؟ ريدنا نسلم عليها وخلي ماما تسمع صوتها. سمعها صوتها دلوقتي. انا عمري ما شفت بنت فرحانه ان امها اصلا ابوها اتجوز على امها. ده غريبه قوي. ده انا خليتها والله العظيم اني ندى الوحيده والله العظيم كل يوم تقول لي اتجوز يا بابا. عشان حاسه بالنار اللي فيها ابوها. والله العظيم ندى الوحيده اللي فيه في العيله دي كلها حاسه بيك. جدا قوي. ده كويس ان استحمل 25 ولا كام سنه؟ يا شيخه ده انا معدي التقبيله 30 سنه. يعني هتاخد تقبيله 20 سنه وهي اسمه ايه راح يتجوز؟ راح يتجوز بعد سنتين بعد خمسه. لكن 28 سنه يعني انت خلاص بختبر كل ده. 28 سنه بتختبرني؟ لحد ما الخيل طفح مني. كل يوم اقول خاطر العيال وسع بالك. لا كنت عملتها بقى من زمان بقى يبقى انت كنت خلاص. وهو عملها دلوقتي. بابا طلقها ارمي عليها يمين دلوقتي. لا مفيش ليه يا بنتي. كده كده الجنيه اللي هيجي تقسمي انت وهي. مفيش حاجه عليها. الجنيه ايه ارمي عليها يا عم. لا. تعيشوا مع بعض في دوام سر انا وما تعيشوش مع بعض اللي مش عاجبها. انا لو منك اشتمها. لا هو ما عايش مع حد. منك اشتمها. ده ايه ده بنت فظيعه. وعايز تاخد ندى خدها. اخدها في عينيا ندى. اروح معايا ما اعرفش. ندى دي تعتبر زي امي. ما دام هي اللي موافقه على الجواز تعيش معاك بقى. ما دام واحده بعت امها عشان خاطر واحده يبقى هتعيش معاها هي. مش بعتك عشان خاطر واحده. انت زعلانه ان الجواز على فكره فرحانه جدا. ان اخيرا هيبتدي يشوف حياته. كانت كل زمان دوت جوازته لنقط ما كانش في حب. لكن فعلا دلوقتي لا والله ما كناش جواز. احنا الوحيدين اللي ما كناش جواز صالونات. هو عارف على يده. الكسب بقى احكي لي بقى القصه القديمه. قديمه ايه؟ اول ما اتخطبت ابوك مسك المسدس. والله العظيم مسك المسدس وكان هيضرب واحد. هو عارف اهو. كان هيموت اللي كان خطيبي. ما كانش حصل ولا حصلش. انا مش فاكر. انا عندي زهايمر. طب عندك زهايمر رحت تجيب بقى اتجوزت ليه؟ عندك زهايمر. كل ده كان حب. زهايمر ما ظهرش الا امبارح. المهم انا فاهمك حاجه. ده كان زمان. بابا دلوقتي اللي لقاها وقفت جنبه الثانيه مش انت. اللي لقاها احنا ايه واحده وقفت. انا معاها 28 سنه. هي وقفت معاه امتى ان شاء الله؟ استني بقى لحظه. انت بتخشي المطبخ تقعدي كام ساعه؟ 10 24 ساعه. هي الشده في المطبخ على طول. اقسم بالله فعلا. والله العظيم الشده في المطبخ. انا ممكن اقعد زي ست هاني واخش واقعد هاتوا الاكل والشرب انتوا واقول لكم خلاص. ده انت ماما هاتي كوبايه ميه. امال بابا متجوز ليه؟ بابا متجوز ليه لما احنا هنخش ونعمل الاكل؟ طب انت عارفه كده ليه ما بتساعدنيش انت؟ ما هو متجوز ليه؟ عشان تقعد معايا هي ما تقعدش معايا. قاعده في المطبخ خمس دقايق قاعده في المطبخ ولا ايه؟ جوزي الحل المعين والله العظيم. ايه؟ هي الحل اجمل مني ولا ايه؟ ما الحل اللي هتاكلك. اللي هتاكلها وتاكل محمد وتاكل العيله. ومين اللي بيجيب فلوس الحله واللحمه والحاجات دي؟ طيب اما انت بتديني فلوس الحله لوحدها. تسيب الحله فاضيه؟ حلت بابا ماشيه بمبدا ايه؟ اشتري جاهز. طب الراجل يكسبه من معدته. ضم دي ثلاجه والله العظيم ثلاجه. اشتري اسمه ايه؟ اشتري اكل جاهز احسن. اشتري لنا اكل جاهز. اديها. يا بنتي الحلال. يا بنتي الحلال المفروض تبص لجوزك تراعيه. لا براعيك والله وربنا اللي عارف. ربنا اللي عارف. انت هتتحاسب انت كده. مش انت كده زي يا ستي لو انت بتراعي ربنا قومي بصيني قدامهم. يا سي واحد يتجوز ومراته حامل اقوم ابوسك؟ مين قال لك انها حامل لسه؟ انا بشاها لسه ما حملتش. بابا ما تنساش تعملها السونار اللي من دول. سونار يعني ايه؟ اللي هو بتاع الحمل يا بابا. زراير يعني تركب في القميص؟ دي زرار؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. جابت بنت جابت ولد انا راضي. ما جابتش برضه راضي. ماما انت عينيك احمرت. جابت توأم راضي. عينيك احمرت هتعيطي كده يا ماما. وانت عايزة حاجة دي بتمثل تلاقيها. حرام عليك يا بابا. والله العظيم بتمثل. ما تحلفش بالله العظيم. عيط يعني. شيخ افكك من شكك. انت قلبك قاسي قوي قوي. انت بتحس كده وكده. بس يا ندى. قومي لو سمحت على عيني غيار. و... يا امي احنا لينا بركه غيرك. والله بعد ايه بعد ايه؟ امشي يا امي. يا امي احنا لينا بركه غيرك. وانت في البيت عايزه.
امي بتعيط يا جماعه. ست الحبايب يا حبيبي يا احلى من روحي ودمي. بس ده الكلام ده بتمثل. لا 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 امي 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 يا امي انت مش عايز تمسكيني. ست الحبايب يا حبيبي محمد كان عارف حاجه زي كده. محمد قاعد وجلسنا يا احلى من روحي ودمي. شوف ده اهو يا ندى يا رب خليكي يا امي. بعد ايه ما قلتلكي امي ثانيه ايه روحي يا ندى. وانا عندي غير عزه. روحي يا ندى يا ندى. ماما احنا بنعمل في كام قلب وده بيتصور في الكاميرا اهي اصلا. كل ده بصور اصلا والله. احنا عائلتك المفاجاه. احنا مش بقى يا حبيبي يا مراد. يا وقت يا حبيبي يا انا ده انا ولا حد يتعمل معانا في حاجه. انا سكر يا كلابيزو. يلا قولي باي. ده انت باي ايه وصالحها قدام الناس. انا صالحها وصالح امها. انا صالحها قوي. انا وراي حاجه للمصالحه.